وكتبقى الام ديالي الله يخليها ليا، لان انا الوالد ديالي توفى عندي 6 سنين يعني الله يرحمه. لقيت الوالده ديالي، لقيت فيها الاب والام، وكانت دائما كتشجعني. انا الوالده ما عمر زعما شي نهار حرمتني من شي حاجه، ما عمرها حرمتني من الجمعيه. كانت كتخالف معايا بعض المرات في بعض الاختيارات في المسرحيات، حتى كبرت وليت المسرحيات مثلا اللي كنكتب كتقول لي لا ما تهضرش في هذا، ما ديرش كذا في كذا كذا، ولكن بعض المرات تشجعني في دي شوز. ملي كان حيت الام هي الوحيده اللي يمكن لك تثق فيها، حيت هي اللي كتخاف عليك بزاف. الا قالت لك الوالده دير هادي، عرف راه هذيك الحاجه اللي غديرها راه ما غاديش تخاف منها وما غاديش تضرك ابدا. وانا الزوجه ديالي كانت هي مسرحيه، كذلك تعرفت عليها في المسرح. لو فيت انها تزوجتها من قلب معاناه المسرح راه هي غتفهمني. يعني هادشي هي تصور دابا شحال وانا غايب على الدار وكذا، يعني كون كانت شي زوجه اللي هي يعني ما تتفهمش ولا كذا، كانت ربما تخلق ليا مشكل ولا كذا ولا، ولكن هي مفهماني تتشجعني. الا ما جاوبتهاش في الهاتف كتعرف بانه راه كاين عندي تدريب ولا كذا، كتحاول تحمسني، كتحاول انها توجدني نفسيا. وكنشكرها من هذا المنبر، كنشكرها بزاف لانها كتشجعني، ولانها ولدت ليا يوري هو الابن ديالي. كنشوف فيه واحد، شنو نقول لك انا، ولدي هذه ربما مفارقه، ما عمرني غنقول ليه دير المسرح ولا دير لا كوميدي ولا دير الموسيقى، غنخليه هو يختار. يقدر ولدي انا يكون طولوري ولا يكون سي با، اختار هو، ما عمرني غنعارضه، حيت حتى انا ما عارضني حتى شي واحد في الاختيارات ديالي. كنقول لهم الله يخليكم ليا والله يحفظكم، ونتمنى نكون شرفتكم، لانني كنت فيما كنطلع لاسين كتبانوا لي نتوما. كنقول يا ربي تقدرني نكون غير في المستوى، انا ما كان همني لا 20 مليون ولا الاقصاء، ولا بقدر ما كان همني انني نبان زوين. وما نقولش يقولوش هذا الانسان هي تيخربق ولا غير كيرون ولا جابوا كاع الستاند اب ولا كذا. والحمد لله الجمهور رضعت عليا مهمتي، رضعت عليا الزوجه ديالي، رضعوا عليا عائلتي، رضعوا عليا الاصدقاء ديالي، وهذا راه هو الربح الاكبر.